هنا تسألني ما تكلمي لنا عن موقف مؤلم مر في حياتك وما تقدرين تنسينه؟ يوم دفان أمي، ما كنت أنا في حياتي رايحة مقبرة ولا عمري وقفت على ميت بالمغيسل. أنا كانت لحظات وايد صعبة. أتذكر أبوي قال لي تقدرين تقفين على رأسها بالمغيسل؟ إذا ما تقدرين أجيب أي وحدة من حريم إخواني يوقفون على رأسها. قلت لا، ما حد يوقف على رأس أمي بالمغيسل غيري. تعبت نفسيا حتى لدرجة أن اتصلت على الفنانة الكبيرة حياة الفهد وسألتها، قلت لها انت شلون تصرفتي لما امك توفت؟ انا ماني عارفه شو اسوي. قالت لي ما يشوفي، انا اعطيك نصيحه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اذا قدرتي توقفين اوقفي يعني، لكن اذا ما تقدرين يعني ارد واقولك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس تذكري ان هذه اخر لحظه تشوفين امك في حياتك، بعدها ما راح تشوفينها إلا عند الباري عز وجل. فطلبت من رب العالمين إنه يقويني، وفعلا وقفت على راسها بالمغيسل، كنت أقرأ قرآن وهي قدامي. تخيلوا أنتم تشوفون أعز إنسان على قلبكم في هذه اللحظات، إنسان اللي منحك كل شيء في الحياة وانت قاعد تشوفه خلاص قاعد يرحل، ما تقدر تسوي شيء. قبل ما ادش بالمغيسل، قبل ما يبون الجثمان، رحت صوب القبور المفتوحة اللي اليوم مفروض يندفنون، فوقفت على باب قبر امي مفتوح وشفت العمق ماله. حسيت بعدها ان الدنيا وايد دافئة، وإن ما في شيء يستاهل، وإن شنو ممكن تخسره في هذه الدنيا ما راح يعادل شيء، ومفروض إن إحنا ما نزعل على شغل راح ولا على أي شيء راح. بس الحمد لله دفانها كان سريع، وحضروا أكثر من 200 شخص دفانها، لأن هي كانت إنسانة طيبة وخيرة وايد، ما كانت تطلع من البيت، ما تعرف تقول كلمة سيئة عن أحد. لما أغلط بكلمة تقولي أنا ما ربيتك على كذي. هذا أصعب موقف أنا مريت فيه بحياتي، وما أعتقد إني بشوف أسوأ منه. يوم ما أنسى أشوفك كأنه أمس، كأنه قبل ساعة. بس الحمد لله أنا أتذكر إن هي كانت راضية علي، كنت وهي بصحتها كنت أغسل ريولها وأمسحها بالفوطة، وكنت أبوس ريولها لما كنت أنحني مع كل ساق أبوسها بعز نجاحي بعز كل شيء. كانت تحط إيدها على راسي وتقولي الله يرضى عليك، هذا هو كنزي في هذه الحياة، رضا أمي.